السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومه جديده. بنكمل مع بعض حل امتحانات مهمه جدا على منهج تالته اعدادي الترم الثاني 2024، وهي اهم المحافظات من كتاب جيم الاضواء الكتاب الاضافي. لو في حاجه مش واضحه اكتبوا لنا في التعليقات، وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. وان شاء الله امتحانات 2023 24 هننزلها تباعا. ومعانا النهارده محافظه بورسعيد، هي مختلفة شوية عشان الامتحان بيجي اختياري. السؤال الأول: Finish the following dialogue، اكمل المحادثة الآتية. أحمد has met his friend حاتم، قابل أحمد حاتم صديقه حاتم at the club في النادي. After a long time بعد وقت طويل، لازم أقرأ الجملة دي عشان أفهم المحادثة أحمد قال I haven't seen you for a long time، انا ما شفتكش لمدة طويلة. قال له you are right، عندك حق. I am busy doing a new course nowadays، انا كنت مشغول في عمل كورس جديد هذه الايام. سؤال من الاربعة دول اجابته at the new academy of technology، في الاكاديمية الجديدة للتكنولوجيا. يبقى السؤال انت كنت بتعمله فين عشان اجابة مكان، يبقى where are you doing it، كان فين يعني، في الأكاديمية الجديدة للتكنولوجيا. ثم قال له سؤال إجابته كمبيوتر سوفت وير، يبقى برمجة الكمبيوتر. يبقى كنت بتدرس إيه، يبقى what are you studying، كنت بتدرس أو أنت بتدرس إيه. ثم هنا سؤال عايز إجابة، ودي أربع إجابات. how often، كم مرة، do you go to this course، بتروح للكورس ده كم مرة. ممكن نقول 3 days a week، 3 أيام في الأسبوع. how often، كم مرة. يبقى بدل ما يطلب مني أكتب الإجابة بختار الإجابة. how much have you bet، قد إيه دفعت، فأنا عايز فلوس، هتبقى 1000 pounds، 1000 جنيه. نقط كمبيوتر ستادي is so important، يبقى دراسة الكمبيوتر مهمة جدا. يبقى I will think about it، أنا هفكر في الموضوع ده اللي أنت بتعمله، دي دراسة الكمبيوتر مهمة جدا. السؤال التاني هو choose، اختار، choose the correct answer from A B C or D، اختار الإجابة الصحيحة من الأربع اختيارات. تو نقط is to take in liquids، تمتص السوائل or gases أو الغازات through a surface، خلال سطح الأرض. يبقى إيه to absorb، يمتص، بتساوي take in. A person، الشخص، هو اللي specializes، بيتخصص، in languages، في اللغات، is a، هو ايه، a linguist، عالم لغة. The ink inside a printer، الحبر اللي داخل، هتبقى a printer ايه، cartridge، اللي داخل خرطوشة الحبر. Is very bad for the environment، هو سيء جدا للبيئة، سيء جدا لإيه، للبيئة. Page 158، صفحة 158. وآد the suffix نقط، هنا suffix اللاحق، وده مقطع في نهاية الكلمة. بنحط أو بنضيف suffix نقط to get the adjective، عشان نحصل على الصفة، from the word color، من كلمة color. color يعني لون أو يلون. طب عايز الصفة تبقى colorful. satellites، الأقمار الصناعية. send ترسل lots of signals، الكثير من الإشارات. the antonym of the word send، هنا antonym يعني opposite، يعني عكس أو مضاد. هنا أنا عايز عكس كلمة send يرسل، تبقى receive يستلم. this area، هذه المنطقة، is full of، مليئة ب، different، not of animals، there are different kinds of them، مليئة بفصائل مختلفة من الحيوانات، يبقى species، فصائل. السؤال الثالث choose، اختار، هو سؤال التصحيح اللي بيجي السؤال الخامس في الامتحان العادي. هنا جيب لي اختيارات برضو. these places، هذه الأماكن، no as grassland habitats،
طبعا ده بيفكرنا بالبث الغير مباشر. هذه الاماكن معروفه بالبيئات ايه، العشبيه او المراعي، يبقى ده غير مباشر. بحط these places، هذه الاماكن، know as grassland habitats، ده طبعا باسيف مبني للمجهول. هذه الاماكن معروفه بالبيئات العشبيه، ده جمع في المضارع ولا الماضي؟ لا، في المضارع، بتكلم على الحقيقه. تبقى بحط ار والتصريف الثالث، ار نوين، ار نوين المبني للمجهول في المضارع، على حسب الكلمه اللي بدات بيها او المفعول، بحط اما وذ ار والتصريف الثالث. هنا عشان جمع حطينا ار، طب لو كان ماضي كنا هنحط was أو where. نمبر 2، she is short، هي قصيرة. because، لأنها، she is a good basketball player، لا طبعا، ومع ذلك هي لاعبة كرة سلة جيدة، يبقى however ومع ذلك. if there to be more mangrove trees there would be fewer floods. هنا if، قاعدة بتقول if ماضي بسيط would والmaster، if ماضي بسيط would والmaster، يبقى فين الماضي؟ if there were، دي الوحيدة اللي تنفع. طب ليه يا مستر مش was؟ ما was برضو ماضي يعني طبعا بي ما تنفعش عشان دي مصدر، ما ينفعش، و are دي جمع، ما ينفعش. طب ما was ماضي، were ماضي، اخترنا were عشان أشجار المنجروف جمع، was لو مفرد. he published his ideas until، until just before he died. عشان ما نتلخبطش، كلمة until بمعنى حتى أو لغاية، لو جت لوحديها بس بيجي قبلها ماضي بسيط منفي، بعديها ماضي تام مثبت. طب هنا until بس ولا until just before؟ لا until just before، لو جت كده until just before بحط قبلها ماضي تام وليس ماضي بسيط. طب تعال نشوف الماضي في الأربعة، طبعا مفيش غير hadn't published. won't مستقبل، ما ينفعش، hasn't published مضارع تام، ما ينفعش، doesn't publish مضارع بسيط، والتلاته منفي، يبقى hadn't published دي الوحيده اللي تنفع. السؤال الرابع، قطع عليها اسئله، read the following text، اقرا النص الاتي، then answer the question، ثم اجب على الاسئله. the Chinese invented paper، اخترع الصينيون الورق. and they were the first، وكانوا الاوائل، to use paper bank notes، ان هم يستخدموا العملات الورقيه، for money للمال. before paper bank notes were invented، قبل ما يتم اختراع العملات الورقيه، in the 7th century، century في القرن السابع، wealthy Chinese traders، التجار الصينيون اللي هم الاغنياء، had used metal coins، استخدموا عملات معدنيه. these had a hole، كان في فتحة in the middle في الوسط في العملات المعدنية، so that traders لكي التجار could carry them، ممكن تشيلهم on a piece of material، على قطع من المعدن أو المادة الخام، عشان يعني زي مثلا عمود كده معدني يحطوا فيه إيه العملات. but these were very heavy، كان تقيل جدا to carry، إن هما يشيلوه. as a result، كنتيجة، traders التجار left the money، سابوا الفلوس، with someone they trusted، مع شخص وثقوا فيه. people in Europe، كده اتكلموا شوية عن الصينيون، أول فكرة هيتكلم عن الناس في أوروبا، only started، فقط بدأوا، to use paper bank notes، استخدموا العملات الورقية، in the 17th century، في القرن السبعتاشر، in England، في دولة إنجلترا. the king needed money، احتاج الملك المال، to help عشان يساعده، fight a war، في حرب with France، ضد فرنسا. banks encouraged people، شجعت البنوك الناس، to leave money، ان هم يسيبوا فلوسهم، with them معاهم، and give them handwritten notes، ويديهم عملات مكتوبة، saying how much they had، بيقولوا قد ايه هم ايه عندهم. the paper used for bank notes، الورق اللي بيستخدم لصنع العملات الورقية، is usually made from a mixture، مصنوع من خليط of paper and cotton، من الورق والقطن، and sometimes، أحيانا other materials،
المواد الخام الأخرى. Also بالرغم من ذلك these other materials العملات الخام الأخرى make them stronger خلتهم أقوى than normal paper من الورق العادي. Most paper banknotes معظم العملات الورقية only last for 2 years كانت بتستمر لمدة سنتين. For this reason ولهذا السبب some countries بعض الدول tried حاولت using plastic banknotes إن هي تستخدم العملات البلاستيكية in 1983 في 1983. Page 159 صفحة 159 choose اختار the main idea of the text الفكرة الرئيسية للنص is يا ترى اتكلمنا على ايه. طبعا افضل حاجة the history of paper banknotes هو تاريخ استخدام العملات الورقية. ليه بنستخدم المال؟ لا. ليه بنستخدم البنوك؟ لا. تاريخ التجارة؟ لا. Banks in England البنوك في انجلترا first wanted people في البداية أرادت الناس to leave their money يسيبوا فلوسهم with them because ليه يا ترى؟ عشان الملك احتاجها في حرب. يبقى the king needed money to fight a war with France مع مين؟ مع دولة أو ضد دولة فرنسا. Paper banknotes العملات الورقية were first used in استخدمت أول مرة طبعا فين؟ من أول دولة؟ China الصين. Answer أجب Why did Chinese traders ليه التجار الصينيون first use أول حاجة استخدموا banknotes العملات الورقية instead of coins بدل من إيه؟ العملات المعدنية. طبعا استخدموا عشان الكوينز كانت تقيلة جدا before أو هنا because لأن كوينز العملات المعدنية were heavy to carry كانت تقيلة جدا ان هي يتم حملها. How do you think كيف تعتقد most people will pay for goods in the future الناس ممكن يدفعوا حق البضائع بإيه في المستقبل؟ Why لماذا؟ ده طبعا توقع ممكن I think أعتقد people will use الناس هيستخدموا مثلا digital methods يعني وسائل رقمية أو أساليب رقمية. لو عايز توضح أكتر ممكن تقول such as mobile payments زي عن طريق الموبايل الدفع عن طريق الموبايل. ممكن نقول مثلا إيه such as وده فعلا موجود دلوقتي مجموعة من البرامج بتحول عن طريقها فلوس موبايل بيمنس مثلا. طب ليه يا ترى؟ because they are easier هيبقى أسهل يعني and faster وأسرع بدل ما أشيل وأروح لا تحويل سهل. summarize لخص the third paragraph الفقرة الثالثة of the passage للنص. هقول مثلا paper bank notes were different but now people use modern ways to pay money يعني الورق كان مختلف بس دلوقتي بيستخدموا وسائل مختلفة. هنا read and complete the text with words from the following list اقرأ وأكمل القطعة بالكلمات. هنا بيقولي there is a great project في مشروع عظيم in our city في مدينتنا it is not people how to protect the environment يبقى it is teaching هو بيعلم الناس ازاي يحموا البيئة teaching. طبعا it is والing ما ينفعش اختار teach. many families الكثير من العائلات collect the rubbish بيجمعوا القمامة and send it ويبعتوها
فور نقط لإيه يا ترى؟ فور ريسايكلينج، لإعادة التدوير. اتس ا جريت نقط سولوشن، هو حل رائع تو ا بيج بروبلم، لمشكلة كبيرة. بيكوز these families help the environment، عشان كده العائلات دي بتساعد البيئة. and get some money، والحصول على بعض المال. السؤال الأخير هو ايميل، هناخد بس فكرته عشان المكان. اكتب ايميل، أول حاجة أقول ايه؟ from to subject، دي باجة أحفظها وأكتب زيها، ثم أكتب هاي، اسم المرسل إليه، مقدمة موضوع خاتمة، ثم يورز، اسم الرسل. اكتب ايميل من 110 كلمة، يو تيل يور فريند أمير، تقول لصديقك أمير، يبقى هاي أمير، هنا اسم المرسل إليه. about your plans، عن خططك for next summer holiday، لأجازة الصيف اللي جاية، يبقى الموضوع my plans، خططي for next summer holiday. your email address، عنوانك عاطف at student.com، زي ما الايميل مكتوب اكتبه، يبقى من مين؟ من اللي هيبعت، عاطف at student.com. يبقى انا yours هتبقى عاطف، هنا اكتب بقى الاي كابيتال عادي عشان انا بمضي باسم الراسل تحت، لكن هنا اكتبها سمول زي ما الايميل مكتوب. and his email address is، وايميله اللي هتبعت له يبقى to امير at student.com. هاي امير، هكتب مقدمة، how are you، كيف حالك؟ and your family، وكيف حال عائلتك؟ I hope you are well، أتمنى أن تكون بخير. وأبدأ أدخل في الموضوع، ممكن المقدمة تبقى جملة أو أكتر. I'll tell you، أنا هقول لك، وأبدأ أقول إيه؟ my plans for next summer day، خططي لإجازة الصيف اللي جاية. هقول مثلا، أستخدم كلمة going to بمعنى سوف، تعبر عن الخطة. I am going to visit Alexandria، أنا هزور الإسكندرية، أو أنا هزور الإسكندرية. I am going to go there with my family، هروح مع عائلتي. We are going to go there by bus، هنروح بالأتوبيس، هنعمل هناك. We are going to swim in the sea، هنعوم في البحر، وهكذا. تستخدم going to عشان دي بتبقى ايه؟ بتبقى خطة، ثم في النهاية تقول خاتمة، يعني هنا بكتب الموضوع في 3 4 جمل، ثم الخاتمة مثلا see you soon، أراك قريبا، write me back، اكتب لي. ممكن الخاتمة تبقى جملة أو أكتر، ثم من في النهاية yours عاطف. ده شكل الإيميل، from من مين؟ عنوان الراسل، to لمين؟ عنوان المرسل، subject الموضوع، هاي اسم المرسل، مقدمة موضوع خاتمة. كده يبقى خلصنا امتحان محافظة بورسعيد. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلكوا كل جديد، ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.